الجالية الجزائرية من أول الساعات كلهم بسياراتهم وبكراء سيارات صارت كراء سيارات قياسية، وذهبوا على المنطقة الحدودية بين بولندا وخاصة بولندا وسلوفاكيا والمجر وبوخارست ورومانيا، كل لا. هذه الحدود راهي ممتلئة. الاستقبال الأمثل على الحدود هو الاستقبال المجري. المجر تستقبل بإنسانية، البولنديون يستقبلون بوحشية، الرومانيون ما عندي أخبار هناك، السلوفاك ثاني يستقبلون، لكن على الحدود البولندية صعب 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 جدا. وهناك الجالية، أغلبية الجالية نطلبها عن طريق القناة الوطنية، السفارة الجزائرية تتدخل على الحدود، لأن هناك جالية أكبر جالية موجودة على الحدود مع بولندا.